سوق المباركية أي مستثمر تسلمونه أي محل يا جماعة الزموه أن يسوي سور المحل على النمط القديم الواجهة، لأن المكان هذا أنت ذكره أيام أبهاتنا وأجدادنا، فلازم ما يتغير شكل السوق، صار أحمر وأزرق وهذا، وبعد هناك حاطين لنا مطعم ما أدري شنو، هذا همبرجر، هذا بالله يبيع زلابية، ما ينفع هني بالمباركية. المباركية حلو، النمط الشعبي القديم أجمل وأحلى، صار سوق الغربلي نصه حديث مو حلو. كل الدول تحافظ على تراثها، ما تهدم السور، تهدم ورا بس السور يحافظون عليه عشان يحافظون على أصالتهم التراثية القديمة. وأجارات السوق بعد اللي قاعد تصعدونها، لو تتعاملون مع كل المستثمرين بكل الكويت نفس الشيء، مسطرة واحدة، كان يا وزير المالية تسد العجز المالي بالكويت كلها، ولا أبوي ما يقدر له على أمي.